أرحب بكم مشاهدينا مجددا، متواصلون معكم. إذن أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي في تصريح صحفي مشترك أن وفدا منهما ضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وأمين عام الجهاد زياد نخالة سلم رفض فصائل المقاومة مساء أمس للإخوة القطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضا تم إرسال الرد للإخوة المصريين. وأكدت الحركتان أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام، كما أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية. للحديث عن كل هذه المستجدات ينضم إلينا البروفيسور حمود صالحي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا من الولايات المتحدة الأمريكية عبر خدمة سكايب. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير بروفيسور. نبدأ من ما أعلنته حركة حماس والجهاد الإسلامي حول تسليم المقترح، كيف تعلق على رد المقاومة خلال الساعات الأخيرة؟ موقف مبدئي واضح جدا أن المقاومة تدرك جيدا أهم الإنجاز التي حصلت عليه بتمرير لائحة في مجلس الأمن، وهي أيضا تدرك أن المزار أو المفاوضات مع الكيان الصهيوني ستكون مشروطة بالفعل أن يقوم الكيان الصهيوني بتنفيذ تلك الشروط. لذلك فهو رد إيجابي. الوزير الأمريكي بلينكن قال أنه سينظرون إلى هذا الرد، وهو الرد يتماشى مع المصلحة الوطنية الفلسطينية. نعم، طيب بروفيسور صالحي، هل يمكن القول أن المرحلة الحالية تقتضي إبداء بعض من التنازلات من قبل الكيان الصهيوني، خاصة مع تعنته باستمرار العدوان، ومن طرف المقاومة إبداء الكثير من الليونة، وهو ما عبرت عنه من خلال التصريح الذي تكلمت به أمس أو تكلم به أمس كل من إسماعيل هنية والنخالة؟ السؤال الواضح هو إلى متى يبقى هذا الكيان الصهيوني يقوم بما يقوم به بدون رد فعل دولي أو وضعه تحت مسؤولية دولية؟ أعتقد أن القرار الأخير يجعلنا نأمل أن يكون مسؤولا، أن تقف وراء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم يقف وراء هذا القرار، ويجعل الإسرائيليين يقومون بتنفيذ تلك القرار. الليونة التي من جانب المقاومة لحد اليوم، يعني الليونة كانت دائما في إطار موقف المقاومة كان دائما في إطار خدمة المصلحة الفلسطينية، أدراك الوضع الذي يوجد فيه الفلسطينيين وتقليل من أثار هذه الحرب أو هذه الإبادة الجماعية. وربما هذا هو الشيء الذي تقوم به المقاومة عندما تقول أنها تريد الخير وتريد أن تقلل من العبء على الشعب الفلسطيني، وهنا تأتي تلك الليونة. ولكن حتى في هذا المجال هناك مبادئ، والمبدأ هو الموقف المقاومة واضح أنه يجب وقف إطلاق دائم، يجب أن يكون هناك تضامن يضع الإسرائيليين تضامن أو من طرف الدول الكبرى والطرف الوسطى وخاصة الولايات المتحدة. نعم. بأن إسرائيل لا تعود تفعل مثل ما فعلته في السابق. نعم بروفيسور حمود، يعني وأنت خبير في الشأن الأمريكي، كيف ترى هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف بالذات
فيما تعلق بال يعني المقترح الأخير المقدم للمقاومة وطبعا للوسطاء؟ ربما السؤال الكبير الذي يطرح، لماذا تذهب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن؟ نعم. وهي التي ناقضته السابق واستعمل حقها الفيتو، ولا تذهب ولا تستعمل الآليات التي تملكها في تطبيق أو فرض شروطها على إسرائيل؟ لكن الولايات المتحدة وخاصة إدارة بايدن ما تقوم به اليوم يخدم مصالحها فقط. فالرئيس بايدن والحزب الديمقراطي يجدون أنفسهم في مأزق كبير. هناك استقصاء أخير قامت به بعض الجرائد الصهيونية الذي كشف أن أكثر من 50% من الذين استجوبوا يميلون إلى الاعتقاد بأن ترامب أفضل من بايدن، وأن نسبة الذين يعتقدون بأن بايدن قدم يخدم مصلحة إسرائيل يقل على 30%. هذا جانب. الجانب الثاني، في الحزب الديمقراطي هناك انقسام كبير، وخاصة أمام الشباب الذين يعتقدون بأن الولايات المتحدة يجب أن تضع شروط، أن تستعمل، أن تحترم القانون الأمريكي وتضع إسرائيل تحت مسؤوليتها ووقف إطلاق النار. والجانب الآخر هو ما حصل الأسبوع الماضي، وهو أن منظمة الأفارقة الأمريكيين قامت بتصدير والطلب من الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وعدم بيعها الأسلحة بسبب ما يجري من إبادة ضد غزة، كل ضد السكان الفلسطينيين. كل هذا دفع الرئيس بايدن عن طريق مصالحه الخاصة بالذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن مستقبله السياسي ومستقبل الحزب الجمهوري ونحن على باب الانتخابات التشريعية والرئاسية، يدرك جيدا أنه إذا لا يفعل مثل هذا الشيء أي شيء في هذا المجال فإنه سيخسر الانتخابات. ثم هناك بعض السيناريوهات التي نراها أن الولايات المتحدة هي أيضا تقوم، هناك سيناريوهات الذي يقول بأن الولايات المتحدة تريد أن تفرض وجودها في غزة عن طريق الرصيف التي أنشأت، وأنها تريد أن ترسل تستعمل التهجير القسري أو تستعمل هذا الرصيف لإبعاد الفلسطينيين إما إلى لبنان وإما إلى قبرص. كل هذا يعني كل ما تقوم الولايات المتحدة يندرج في مصلحتها الخاصة ليس أقل ولا ذلك، ولكن صمود المقاومة هو الذي دفعها إلى هذا الموقف، وهو ما يرفضه أيضا في هذا الجانب المجتمع الدولي لهذه السياسات. لربما هنا هذه تحدثت بروفيسور صالحي عن الضغوط الداخلية الأمريكية، ولكن نتحدث الآن عن الضغوط الدولية والمساعي الدولية أيضا. هل ستساعد هذه المساعي والضغوط الدولية الحالية الجارية في إنجاح المساعي الحاصلة من قبل الوسطاء والضغط على حكومة نتنياهو بقبول الشروط، شروط المقاومة، وخاصة ما تعلق بوقف دائم لإطلاق النار؟ الذي يخاف إسرائيل هو العزلة التي يجد نفسها فيه. ما لاحظناه لحد الآن أن الموقف الدولي ما زال موقفا دبلوماسي لم يؤدي إلى فرض عقوبات حقيقية على إسرائيل، لكن العزلة التي نراها بداية من الاعترافات الدولية وخاصة الدول الأوروبية مثل النرويج وإسبانيا وإيرلندا، كل هذه الاعترافات تزيد في عزلة إسرائيل. إسرائيل
تخاف كثيرا من وجودها في الموقف التي تجد فيه اليوم، لأنها كانت تبحث دائما الاعتراف الدولي، تعتقد لأن وجدانها مرهون لذلك الاعتراف، فتدخل في علاقات مع دول كبرى. لكن ما رأيناه من إبادة جماعية وما رأيناه من الهجوم على الحق الفلسطيني، هذا ورد المجتمع الدولي يؤدي إلى فكرة العزلة، بالإضافة إلى ما يحصل في الساحة الداخلية الإسرائيلية، لأن هناك خوف كبير من المقاطعة التي على سبيل المثال ينادي بها وقدم أو مصادقة عليها بعض الجامعات الأمريكية، ستؤدي إلى مشاكل كبرى ونقص الخبرة العلمية لدى الجامعات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والخسائر الإنسانية أيضا. كل هذا يخيف الإسرائيليين، ودور المجتمع الدولي في هذا المجال مهم 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 كبير. نعم بروفيسور الصالحي، يعني كل الخيارات المتاحة حاليا أو الكيان اليوم فقد مثلما تحدثت الكثير على المستوى الدولي، لكن أي خيارات متاحة اليوم أمام حكومة نتنياهو في ظل هذه العزلة الدولية التي تحدثت عنها والضغوط الداخلية وأيضا الخارجية؟ لا يملك أي خيارات، لكن الإسرائيليين معروفين جدا بأنهم يستغلون الانقسامات الداخلية لإبعاد صورة أنهم في خطر، وبالتالي يجدون المساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى. فخيارات نتنياهو ليست كبيرة، باحتمال جدا أنهم سيذهبون إلى انتخابات قادمة، حكومته ربما ستفشل، لكن الكيان الصهيوني نظام مؤسسة عسكرية هيكلية لا تتغير أهدافها الاستراتيجية بتغير من يحكمها. فنتنياهو ليس مختلف عن غانس أو سموريتش أو أي شخص آخر ونراه في التاريخ، حتى الذين كانوا يؤمنون بنوع من الحرية، إعطاء الحرية للفلسطينيين مثل إسحاق رابين، لم يقوموا بتطبيق القانون الدولي أو الاعتراف بما صوتوا فيه. وأكبر مثال على ذلك أصله الذي كما يقول البعض أنه كان خدعة استعملها الكيان الصهيوني. بإسحاق رابين كان يفاوض مع المرحوم ياسر عرفات استمر في 3 سنوات، وكان دائما يدعي أنه لو أعطى أقل من أكثر من 10% من مساحات الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين أو تنازل على نسبة أكثر من 10% فإن حكومته ستفشل وأن مستقبله سيذهب، وكان يستعمل هذا الموقف للدفاع على إسرائيل، رغم أن أصله كان يقول بأن كان هدفه الأساسي الوصول إلى دولتين. في عهد إسحاق رابين نفس هذا الشخص الذي معروف ويقال عنه نكون صديق الرئيس عرفات المرحوم، كانت في عهده الاستيطان في الضفة الغربية ارتفع كبيرا. فمعنى ما أريده الاستنتاج من هذا، نعم، أن الانتخابات التي ستجري في إسرائيل لا تؤدي إلى تغيير جذري
في سياسة هذا الكيان نحو الفلسطينيين. بل أكثر من هذا، هذا نظام يمشي على مبدأ الاستمرارية في سياسة إسرائيل. فنتنياهو بنى سياسته الخارجية وما يقوم عليه على أفكار وما قدمه أريال شارون وبعده إيهود باراك. يعني هذا غير مبعد أن ما يجري اليوم هو يجري في إطار أزمة داخلية لا تؤدي إلى تغيير أي شيء في مستوى موقف هذا الكيان من القضية الفلسطينية، والذي يغير موقفه هو بالفعل المقاومة والصمودها. طيب بروفيسور صالحي، يعني بالعودة إلى رد المقاومة، نعلم أن الموقف الأمريكي هو صاحب التأثير الأكبر على الاحتلال الصهيوني، كيف تتوقع رد إدارة بايدن على التعديلات والملاحظات التي أبدتها المقاومة أمس على المقترح الصهيوني؟ الموقف الحالي هو أن الإدارة الأمريكية وبلينكن سينظر إلى ما قدمته حماس، لكن يجب أن نخدع أنفسنا. ما قدمته المقاومة الفلسطينية هو يندرج في إطار ما تحدث به أو خطة بايدن. الفرق الكبير، الفرق الموجود هناك، أن هناك بعض الأشياء التي لم كانت مفتوحة للمفاوضات، والمقاومة وما أبدت موقفها من ذلك، وهذا يجب أن يكون منتظرا من الولايات المتحدة، لأنه هناك غموض في الخطة الأمريكية. على سبيل المثال، الولايات المتحدة تتحدث عن عودة المخطوفين الإسرائيليين ولا تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين. هذه النقطة حماس والمقاومة الفلسطينية تحدثت عنها في الرد، ومبنية على المفاوضات المستقبلة. لكن الخوف من هذا هو أن الإدارة الصهيونية سترفض هذا المشروع، والولايات المتحدة ستخرج بخبر لا تدين الكيان الصهيوني، وإنما تدين المقاومة على أساس أن المقاومة حسبها رفضت قبول المشروع الأمريكي. وهذا ما رأيناه سابقا، المقاومة قبلت بالمشروع الأمريكي، المشروع السابق في الشهر أعتقد مايو، لكن وإسرائيل رفضت. لكن الحديث طال وأتى بايدن بنفس المشروع. واليوم لا ننسى أن إسرائيل لحد الساعة، إذا لم أغلط، أنها ما زالت لم تقدم ردها الرسمي. بل أكثر من هذا، الكيان الصهيوني يتذبذب، مرة يقول أنه لن يقف الحرب بدون استعادة الأسرى، ومن جانب آخر يقول بلينكن أن نتنياهو قال له، ولكن ليس هنا أنه يقبل من المشروع الأمريكي، ولكن ليس هناك أي رد رسمي. طيب بروفيسور صالحي، كسؤال أخير، هنالك مثل ما تحدثت نوع من التخبط داخل قادة الكيان للوصول إلى قرار بشأن المقترح الأمريكي، وهذا المقترح الأخير الأمريكي ألا يشير في هذه المرحلة بالذات إلى إدراك بأنه الاستمرار في وحل غزة من قبل الاحتلال لن يثمر بأي نتائج ولن يحقق أي من الأهداف التي سطرها الاحتلال منذ بداية العدوان؟ هناك مشروع أمريكي وراء الذي يحصل اليوم، وهو المشروع الأمريكي هو يدور حول السيناريو ما يعرف ما قبل غزة. والولايات المتحدة تريد أن تعطي لنفسها نوع من التأثير في اختيار مستقبل غزة، وهي ترفض لحد الآن وجود المقاومة بالأخص حماس في أي نظام بعد غزة. وأيضا هي تعمل سارية لبناء الرصيف، وهناك بعض
التقريرات الأخيرة بأن الرصيف التي بنته الولايات المتحدة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج فلسطين خلاص خارج غزة. نعم. ويساوي هذا. فمن هذا الجانب الولايات المتحدة تعمل جادة من أجل أيضا البحث عن وسيلة تخدم مصالحها فالاستراتيجية. والواقع أن الذي طول هذا الحرب هي مصالح استراتيجية تتماشى مع مصلحة نتنياهو، لكن نتنياهو بإمكان الولايات المتحدة التي تموله وتقدم له جميع المساعدات. فاليوم مثلا نحن نتحدث عن موقف الولايات المتحدة من مجلس الأمن وتقوم بما قامت به على مستوى مجلس الأمن، لكن ما زالت هناك صفقة إسرائيلية أمريكية لشراء لإعطاء أو لتقديم مساعدة طائرات F-35. نعم. وممولة حسب الكيان الصهيوني من طرف الولايات المتحدة والمساعدات العسكرية التي تقدم لها. فهذا النقيض أكيد أن نتنياهو هو يسير كل شيء، لكن هل نتنياهو يقوم بهذه الأشياء بدون مساعدة أمريكا؟ وهل نحن في هذا المكان في هذا الموقف في هذه الأزمة وفي هذه الإبادة بدون موافقة الولايات المتحدة؟ ثم السؤال الكبير، لماذا الذهاب إلى مجلس الأمن وتقديم وتدرك الولايات المتحدة بالفعل أن تطبيق هذا قرار الأمم المتحدة يجب أن يطبق؟ هل ستقوم الولايات والكيان الصهيوني في هذا الجانب بروفيسور صالحي يضرب قرارات مجلس الأمن عرض الحائط والقرارات الأممية وكل الهيئات الأممية محكمة العدل الدولية والجنايات كلها يضربها عرض الحائط ولا يأبه في هذا الجانب؟ أكيد، وهذا هو السؤال الواضح. يعني إذا كانت الولايات المتحدة نيتها هي الوصول إلى إيقاف هذه الحرب، وما تعمله الولايات المتحدة اليوم هو لعب نوع من خلق نوع من التوازن بين الآثار المقاومة وردات الفعل المجتمع الدولي والعزلة التي تعاني منها الولايات المتحدة والأزمة الداخلية التي تعاني منها الولايات المتحدة مع صداقتها وتضامنها مع وشركائها التقليدية في إسرائيل. هذا التوازن هو الذي يمكن لنا تفسيره كيف نذهب إلى الأمم المتحدة، ونحن ندرك جيدا أن إسرائيل لم تطبق، ونستعي ونجهز العالم من أجل الطلب بوقف إطلاق النار، ولا نفعل أي شيء من هذا، وإدراك. نعم. كما قلت أن هذه القرارات ستذهب بدون تطبيق إذا لم تقوم الولايات المتحدة بالفعل بوضع إطار لتطبيقها. نعم، بروفيسور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا. مشاهدينا إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام نقاش هذا الصباح والذي خصصناه كالعادة لمتابعة آخر التطورات في قطاع غزة. متواصلون معكم في برنامج صباح النيوز، ابقوا معنا.